عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي طلاب بربون، معاكم مستر طه دغيطي من قناة زكي الحسن وماس. معلش اتأخرت عليكم. النهاردة إن شاء الله هناخد الليسون نمبر 2 في الجيومتري، وزي برضو زي ما قلت لكم في آخر مرة اتقابلنا فيها في الليسون الأخير في الجيومتري، أنا بعد كده همشي بجزئيات، أنا مش هينفع إن أنا أمشي بإن الدرس كله يتاخد مرة واحدة. طبعا انا عارف ان في طلبه كتير جدا بتعارض الكلام ده، انا يهمني ان انا ادي الماده كما ينبغي ان تكون، ما يهمنيش ان انا اقول لك يلا تعالى معبي لك فيديو واقول لك الليسون الاولاني ده بيحصل بيبقى شرحه كذا 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 كذا، وتعالى محلك تعمل معاصر اللي هي كذا 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 كذا. الدرس الليسون لو فيه حوالي 10 افكار هتطلع من الفيديو وانت معاك 3 4 افكار، يبقى انت كده ما استفدتش حاجه. احنا المفروض الجيومتري اصلا ماده مش كبيره، مش كبيره قوي عليك في الترم الاول، الا ان انا يهمني انك تتاسس فيها ويبقى انت فاهم كل سؤال فيها وفاهم كل جزئيه فيها. صدقني مش هيخس عليها حاجه لما الم لك الدنيا دي كلها في فيديو واحد وفيديوهين، مش هيخس عليها حاجه. بس في حاجات لازم انت تتاخد بطريقه معينه، ما ينفعش انها تتاخد بقفش كده. يعني الليسن الاولاني برضو طويل، الليسن الاولاني طويل، انا ما كانش ينفع ان انا اصلا اشرح الليسون وبعد كده اقوم يلا اقول لك نحل التمارين، ده كده غلط على فكره. بس انا بعد كده بقى انا هعمل اللي انا شايفه صح، يعني انا هعمل اللي انا شايفه صح، لان انا لما عملته في المره الاولى في الليسون الاولاني ما لقيتهاش كويسه خالص، لقيت ان هي فيها ضرر اكتر من انها نفع. انا هشرح لك النهارده الليسون وهحل معاك تمارين معينه، وبعد كده الهوم ورك هديهولك في الاخر في اخر الفيديو، وبعد كده انت مطالب انك تحل الهوم ورك ده. الهوم ورك انا مش هحله في الفيديو ده، الهوم ورك مش هحله انا في الفيديو ده، انا عايزك انت بعد ما تفهم الحصه بتاعت النهارده انت وديك الهوم ورك انت تحل الهوم ورك وتبدا بنفسك. انا عارف ان دلوقتي المدارس بدات والدنيا قلق وبتاع، ايا كان يعني شوف انت هتعمل ايه، نظام وقتك ايه، لما تيجي تحل انا عايزك تحل بنفسك انت، ما تحلش مع حد، انت تقعد قدام الفيديو، تقعد قدام الفيديو وتفهم انت وتحاول تفهم، يعني خلي بالك من الكلام اللي بيتقال وخلي بالك من المعلومات اللي انا بقولها، ما تشوفش القلم بيكتب ايه، انا عايزك تسمع كلام انا بيقول ايه، المعنى انا عايز يوصل المعنى ليك انت، الكلام ده ليك انت، لان انت ممكن، انا معلش ان انا بتكلم كتير في الاول بس علشان انا عارف ان انا حاسس بيك اصلا، يعني انا اكتر واحد بحس بالطالب، في انه جزء كبير جدا من الطلبه ان هو بيستنى المستر هيشوف هيكتب مثال ايه ويسيبه خالص من الشرح اللي قاعد يقوله. غلط، لان الكلام ده ليك انت، انت عايز تقلد الامثله وده غلط. ماده الجيومتري قايمه على الفهم من الدرجه الاولى، ولازم انت تفهم كل جزئيه، وما تستبعدش عن نفسك انك هتفهم، يعني ما تقولش انا اصلا بكره الماده اديني مثال وخلاص كده واشوف الدنيا ماشيه ازاي. لا، ما ينفعش. انا عايزك تقعد مع نفسك كده، تسمي الله كده، بس تسمي الله كده وتستهدى بالله، وتقعد في مكان لوحدك ما يكونش حد جنبك، وتستهدى بالله كده وتركز معايا وشوف يا سيدي في الاخر ايه اللي هيحصل. تمام. احنا الليسون بتاع النهارده بيتكلم عن حاجه اسمها the relation between the angles. سيبك انت من التايتل، يعني سيبك انت من التايتل خالص. دلوقتي لو احنا عندنا straight line، two straight line، وهنا في intersect ما بينهم هنا، يعني شوف هنا two straight line اهوت، وحصل ما بينهم هنا انترسكشنز. يعني ايه انترسكشن؟ يعني اتقابلوا هنا في البوينت دي. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ولكن مثلا هنا هنقول A P وهنا C D. اللي حصل هنا ان هو طلع لي هنا 4 angles. في منهم 2 angle بيكونوا equal in measure. يعني الانجل دي هتكون equal in measure this angle. الانجلز دي بتكون equals in measure the opposite angle دي، علشان بس ايه من الانترسكشن اللي حصل ده اللي هو علامه الاكس دي، الانجل دي هتكون equals الانجل دي، وتقول لها مستر برضو الانجل دي برضو equals the measure of this angle، برضو بالظبط، برافو عليك. يعني انا دلوقتي لو انا قلت، سيبك انت من كل ده، لو انا قلت دلوقتي in measure this angle equals 40 degree، يبقى الاوبوزيت انجل دي برضو هتكون equals الايه 40 degree. تمام. البوزيشن انت شايفه قدامك ده، دي حاجه اسمها فيرتيكالي اوبوزيت انجل، فيرتيكالي اوبوزيت انجل، واللي السيمبل بتاعتها والاختصار بتاعها في او اي،
VOA يبقى vertically opposite angle. يعني ايه vertically opposite angle؟ يعني بالتقابل بالرأس، بالتقابل بالرأس. يبقى انا عندي هنا two angle دولت هيكونوا equals in measure by VOA vertically opposite angles. vertically opposite angles VOA. واحد يقول لي يا مستر خلاص كده، يبقى انا مثلا الانجل دي لو كانت ب 100، لا مش مثلا، مش حاجه اسمها مثلا اكزامبل كده، لا احنا عايزين نطلع الميجر اوف ذيس انجلز من عندنا. اه تطلعها انت مستر، ده انت خبط دي من عندك، ما انا عارف خبطها. اه بس دي برضو لها انجل ولها ميجر وميجر معين. طب انا اعرف منين؟ لا ما انا قلت لك في الليسون اللي فات. ازاي؟ مش انا قلت لك انا دي اسمها ستريت لاين او ستريت انجل. اها يعني انا عندي الانجل دي كلها على بعضها، التو انجل دولت الميجر اوف ذيس انجل ايكوالز 180 ديجري. يعني ميجر اوف ذيس انجل مثلا هقول له دي ام، دي ام بي ايكوالز 40 ديجري، يبقى الميجر اوف انجل دي ام اي ديت هتكون كام؟ 180 ماينس 40 ايكوالز 140 ديجري. فالاوبوزيت انجل دي هتكون ايكوالز 140 ديجري. ايه مش فاهم حاجه، تعالى كده مش فاهم حاجه، استنى بس اهدى بس. بص معايا، السيرم اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي اسمها فيرتيكالي اوبوزيت انجل، تمام؟ فهنا بيقول لك فيرتيكالي اوبوزيت انجل والسيرم بتاعتها في او اي، ولكن اف تو ستريت لاين انترسكت، لما يكون في تو ستريت لاين حصل ما بينهم انترسكت، then the measure of h two vertically opposite angles h vert two vertically opposite angle are equal in measure. يعني انا عندي measure angle CMA equals 50 degree، فال measure of this angle equals كام دي؟ هتقول لي برضو 50 degree بالظبط كده. انا عايزك انت بقى ايه؟ تجيب كده مسطره وقلم رصاص، مسطره وقلم رصاص، وتقوم ايه؟ ماسك كده تو ستريت لاين تحسنهم كده عشان تحسن مكان الايه؟ الاكس. اه دي 50 دي برضه هتكون بكام؟ 50. طب الانجل دي هتكون الميجر بتاعتها بكام؟ اللي هي سي ام بي، الميجر اوف ذيس انجل بكام؟ ما تقول انت بتكلم انا. اه انت فاحنا عندنا هنا ها قول دي ستريت انجل الميجر بتاعتها بكام؟ شوف هقول لك على حاجه، يعني اعذرني في التعبير عن القبه كده، دي قبه، شوف دي قبه دي 50. فالادجيسنت انجل دي هتكون الميجر بتاعتها كلها على بعضها 180 ماينس ال 50 ايكوالز كام؟ 130. فعشان كده انا طلعت الميجر اوف ذيس انجل از ايكوالز 130 ديجري. طب الميجر اوف ذيس انجل ما الاوبوزيت ليها برضو هتكون برضو 130 ديجري، دي اسمها فيرتيكالي اوبوزيت انجلز. طيب تعال نشوف دي كده. اول حاجه تقوم ماسك المسطره والقلم الرصاص بخط خفيف كده، تقوم عامل ايه؟ تعمل بولد للايه؟ للتو ستريت لاين دولت. ماشي. الميجر اوف ذيس انجل بكام؟ قول انت، فكر. انا معاك اهو، مش هتسرع انا. الميجر اوف ذيس انجل ايه؟ اي ام سي 45. طب حاول تفكر تاني. 25. طب معلش فكر تالت. مش عارف. ما انا عندي هنا شوف انا عملت هنا الخطين دول ليه؟ عشان measure of this angle equal برضو measure of this angle opposite angle. فانا عندي measure of angle دي هتكون equal the measure of the two angle دولت. مستر two angle؟ ما انت عامل الخط اهوت، الخط هو اللي قال لك علامه الاكس اهيت. علامه الاكس. يبقى measure angle AMC equals كام؟ 45 plus 25 هتكون equal 70. يبقى measure of this angle equals 70 degree. 70 degree. طيب تعرف تطلع لي الميجر اوف ذيس انجل دي؟ لا خلاص انا مثلا عرفت، انت قلت ان احنا دي ستريت لاين او دي ستريت انجل دي كلها على بعضها 180. ايوه شاطر. يبقى ديت 25 بلس 45 وعاملهم سبتراك فروم 180. اكسلنت. يبقى 25 بلس 45 ايكوال 70، يبقى 180 ماينس 70 هيكون ايكوالز 110. ممتاز. ها انا عايزك انت اللي تطلع الاجابه، ما تستنانيش انا اطلع لك 110 degrees. تمام
فالاوبوزيت انجل دي بقى هتكون ايكوالز 110. السبب ايه؟ باي فيرتيكالي اوبوزيت انجل هي في او اي. احنا بيقول هنا فايند ميجر انجل اي ام سي. على فكره انا خليتك تطلع كل الانجلز بعد كده نشوف هو عايز ايه. ما تحلش المسائل تشوف هو عايز ايه الاول وبعد كده، لا انت بتطلع كل الانجلز وبعد كده بتشوف هو عايز ايه. ميجر ام دي يعني ميجر، وديز انجل اي ام سي، اي ام سي احنا طلعناه خلاص ب 70 ديجريز بس. طيب ديت مالكش دعوه هو عايز ايه دلوقتي. بص يا عبده ركز في دي، الميجر اوف ذيس انجل بكام؟ مش المفروض اول مستر نحسن كده ونعمل بولد؟ ماشي يلا، دي كده ودي كده اهو. طب يا مستر انا عندي، انا عايز ايه بكام؟ ميجر انجل اي ام سي بكام؟ والله مستر انا شايف يعني انا في اعتقادي، ها قول اخلص، يعني انا بقول 50 بلس 70 ماينس 180. اكسلنت ممتاز. ليه جبتها ازاي؟ ما هي برضو ستريت انجل، برضو من فوق ومن تحت، من هنا وبرضو من فوق، يعني هي من فوق بس، من فوق ومن تحت ومن الجنب وعلى الحيط كمان. يعني دلوقتي انا عايز الميجر اوف ذيس انجل يبقى 70 بلس 50 ماينس 180، يبقى الصم دولت هتعمل سبتراكت فروم 180 عشان الناس اللي بتدقق في الكلام قوي، هتكون ايكوال 60 ديجري. 60 ديجري. طيب ميجر اوف ذيس انجل ديت دي 50، فالاوبوزيت ديت هتكون برضو 50 باي في او اي. طب ذيس انجل برضو اي ام دي، اي ام دي يا مستر انا هاخد ديت مع ديت، لا 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 بلاش دي عشان هتلخبط، قول انا هاخد من فوق دي كلها على بعضها ب 180. ممتاز، يبقى 180 ماينس ال 50 هيكون ايكوالز 130 ديجري. مستر عندي لها حل تاني، قول احنا ال A D M A بتكون ايكوالز 70 بلس 60. اكسلنت. طب انا عندي لها حل تالت، قول هناخدها كمان شويه. هو انا عايز ميجر انجل دي ام اي، دي ام اي امشي بالقلم كده دي ام اي، يبقى عايز اللي في النص دول 50 بلس 70 ايكوالز 120 ايكوالز ايه 120. ايه ده؟ يلا نعمل بولد كده لتو لاين او تو ستريت لاين. ها طب نعرف منين مثلا؟ ده مش جايب اي نمبر. لا عيب عليك، عيب عليك، جايب لك انجل هنا رايت انجل سكوير، دي تعرف على طول انها رايت انجل، والميجر بتاعتها ب 90 ديجري. ايه رايك؟ عايزين انجل بكام؟ المستر هو عايز، مالكش دعوه عايز ايه دلوقتي؟ طلع انت كل الانجلز وبعد كده ايه؟ شوف الانجل دي بكام؟ خلي بالك انا عامل لك هنا تو ستارز، يعني الميجر اوف ذيس انجل ايكوالز برضه الميجر اوف ذيس انجل. مستر انا شايف، حاول تفكر. واحد ممكن يجي يقول لي 180 ماينس 90 ايكوالز 90، فالميجر اوف ذيس انجل بكام؟ ب 90. يا جدع يعني دي شبه دي، يعني دي قد دي، هي كلامك صح فعلا، بس ال 90 ديت بتاعت التو انجل دولت، فالمفروض هتقول 90 ديفايدد 2 ايكوالز 45 ديجري. واحد يقول طب انت ليه قلت 180؟ ما احنا قلنا ده ستريت انجل من فوق اهوت، 180 ماينس 90 ايكوالز 45 ايكوالز 90. 90 دول نعملهم ايه؟ ديفايد 2، هيكون هنا 45 وهنا برضه 45. الاوبوزيت اوف ذيس انجل دي 45، فالاوبوزيت دي كام؟ برضه 45. طب الانجل دي يطلع لك بكام؟ الانجل ديت انا مستر هنعملها من تحت كده كانها ستريت انجل، ايوه دي كلها على بعضها ب 180. اكسنت ودي 45، يبقى هيكون 180 ماينس 45 هيكون 135 ديجري. يا سلام انت مو صلاح ماده الماس يا طيب. يبقى هنا 135 ديجري. شوف عايز ايه؟ ميجر انجل بي ام دي، بي ام دي اللي احنا طلعناه اصلا 45 ديجري، بس 45 ديجري. اوكي ناخد حاجه بقى، حاجه اسمها اكومولاتيف انجل ات ا بوينت، ودي انا كنت لسه قايل لك من شويه هنحلها بطريقه ثانيه. هي دي بيقول لك the sum of measure of the accumulative angle at a point is 360. مهم جدا على فكره، مهم جدا. يعني دي اسمها accumulative angle، هنا ما فيش straight angle خالص،
فالميجر اوف ذيس انجل بلس ميجر اوف ذيس انجل بلس ميجر اوف ذيس انجل الثري انجل دولت السم بتاعتهم بيكون ايكوال 360. وخلي بالك بيكونوا ايكوفالنت، يعني بيكونوا ايكوالز فور رايت انجل، بيكونوا ايكوفالنت فور رايت انجل، بتكون ايكوفالنت فور رايت انجلز. يعني ايه؟ يعني 90 بلس 90 بلس 90 بلس، ركز في الكلام هتجيلك سؤال على فكره، ايكوال 360 degrees. يبقى دي اسمها اكومولاتيف انجل. تمام كده؟ تمام. تعالى كده شوف، دي بقى اسمها اكومولاتيف انجل. يا عم مستر ما فيش ستريت لاين، انت شايف هنا في ستريت لاين؟ لا. طب خلاص هنحلها بالاكومولاتيف انجل، ودي اسهل واحده. طيب تمام، نعمل ايه؟ انت عندك دي ب 90 ديجري، ما تنساش بقى. لو هنا عايزين ميجر انجل بي ام سي دي، هي البي ام سي، ما دي كلها على بعضها ب 360. يبقى نقول هنا 360 ماينس 90 بلس 150، يعني احنا هنقول 90 بلس 150 ونعملهم سبتراكت من فروم 360، دولت مع بعض هيطلع لك ب 240 ديجري. يعني 360 ماينس 240 هيكون ايكوالز بالظبط بقى 120 ديجري، 120 ديجري. اوكي، هنا برضو اكومولاتيف انجل دي ب 90 ديجري، يبقى 90 بلس 45 بلس 110 نعمله بلس ونعمل سبتراكت فروم اي 360. 90 بلس 100 بلس 45 ايكوالز 135، 135 بلس 110 يديني 245 ديجري. نعملهم بقى سبتراكت فروم 360، نعملهم سبتراكت فروم 360 هيكون ايكوالز 115 ديجري، 115 ديجري بس كده. طيب هنا برضو انا عندي هنا، خلي بالك انا عندي هنا جايب لك هنا تو انجل هنا بيكون ايكوال ميجور. هنقول مستر 100 بلس 140 بلس 50، نعمل كل دول بلس ونعمل سبتراكت فروم 360، واللي يطلع ايه اللي يطلع ماله يعني؟ طب تعالى دولت 240 بلس ال 50 هيطلع لك في الاخر 290، يبقى 360 ماينس 290 هيطلع لك في الاخر ب 70 ديجري. ال 70 ديجري ديت بتاع هنا 2 انجل، فور 2 انجل، ده يعتبر ميجر ذيس 2 انجلز، فعشان كده ال 70 ديت نعملها ديفايدد 2 هيطلع لك في الاخر ب 35 ديجري. يبقى كل انجل منهم كده هتكون هنا 35 وهنا برضه 35 ميجر انجل اي ام بي، اي ام بي ده هي هتطلع بكام؟ 35 ديجري. تمام تمام. طب هنا برضو انا عندي دي ب 90 ديجري، هنعمل دي بلس دي بلس دي ونعمل سبتراكت فروم اي فروم 360. فهمت الفكره؟ تمام، عشان نطلع الميجر اوف ذيس انجل. طب ديت دي 110 دي 70 نعمله بلس هيكون ايكوالز 180، نعملهم سبتراكت فروم اي 360 اكومولاتيف انجل هتطلع لك في الاخر 180 ديجري. ال 180 ديجري ديت خلي بالك جايب لي هنا تو انجل يكون الميجر، يبقى هنعملهم ديفايدد 2، 180 ديفايدد 2 هيكون ايكوالز 90 ديجري، يبقى الانجل هنا هتكون ايكوالز الايه 90 ديجري. طيب هنا برضو انا عندي هنا 120 وعندي هنا 3 انجلز، قول انت فكر انت، انا معاك فكر انت قبل ما احلها لك. ها هنقول ايه بالظبط؟ هنقول 360 ماينس 120 هيكون ايكوالز ايه 240. ال 240 دي هنا ده يعتبر ميجر ذيس 3 انجلز، هنعمل ديفايد 3 طلع في الاخر 80 ديجري، 80 ديجري، يبقى ميجر اوف ذيس انجل هيكون ايكوالز ايه 80 ديجري، يبقى دي ب 80 80 80. وهنا بيقول لي ميجر انجل بي ام بي ام دي، بي ام دي، شوف امشي بالقلم كده بي ام دي، اخد ده كده هيبقى 80 بلس 80 ايكوالز 160 ديجري. يا رب تكون فاهم. اخر جزئيه معانا هنا بيقول لك ذا انجل بايسكتورز. يعني ايه بايسكتورز؟ عارف انت لما يكون معاك بيتزا، بيتزا وتقسمها انت واخوك كده بالنص كده، مكان السكينه ده، مكان السكينه ده اسمه، ده اسمه بايسكتورز او اسمه البايسكتس، القاطع
اللي عمل هنا اللي خلى البيز ديت عملت لها ديفايد تو ايكوال بارتس ده البايسيكلز. البايسيكلز هو عباره از ذا ري ذا ديفايدز ذا انجل, بيقسم الانجل into two halves. Two halves يعني نصين. Two equal angle in measure. Two equal angle in measure. لما دولت. ده اسم bisectors. فبتتقال كده. MP bisects angle AMC. خلي بالك من الجزئية دي قوي. MP bisects angle AMC. لو كان الميجر انجل AMC دي equals 100. مش هتبقى 100 طبعا. هنقول مثلا 70. يبقى الميجر اوف ذيس انجل دي ب 35, وهنا برضو هيكون بكام؟ 35. عشان كده احنا ممكن نستفاد ايه؟ ان الميجر اوف انجل سي ام بي ايكوالز ميجر اوف انجل بي ام اي, الاثنين دولت بيكونوا ايكوال. بمعنى ممكن تتقال بطريقه ثانيه ان ميجر انجل سي ام بي دهيت ايكوالز هاف ميجر انجل اللي هي الكبيره سي ام اي, or measure angle AMB equals half measure angle AMC. ركز في الكلام. يبقى انا عندي كده measure angle CMB equals half measure angle CMA, ودي برضو نفس الكلام. ممكن تتقال بطريقة تانية ان the measure angle CMA equals double measure angle CMB, يعني وبرضو يعتبر double measure angle BMA. احنا كده خلصنا جزء الشرح يعني, والدرس كده خلص, بس تمرينه كتير. المطلوب منك ايه؟ انا زي ما قلت لك انا عارف ان هو وقت الفيديو تلت ساعه يعني مش حاجه يعني. انا قلت لك برضو انا بفكرك من تاني, انا مش هيخص على حاجه كده كده اصلا, انا هنحلهم لك, بس انا عايز اعلمك صح. exercise 2 the relation between the angles هتطلعه اللي هو عندك بيج 81, هتحل كل ده. بيج 81 هتحلها انت لوحدك بالقلم الرصاص, هتحلها انت لوحدك بالقلم الرصاص تمام, وتكمل كده في التكمله وراها لحد نمبر 2. يبقى انت نمبر 1 بس, يبقى انت هتحل لحد هنا. انت المفروض عليك انك تحل لحد هنا كده, تحل لحد هنا خلاص. عايز تحل الباقي ده, بقيه البيج ماشي, مفيش مشكله خالص بالنسبه لي يعني. عايز تحل بقيه البيج مفيش مشكله بالنسبه لي خلاص, لان كل ده عايز حصه لوحده, وهتستهين بكل ده. كل ده عايز حصه لوحده. انا هعلمك جيومتري صح زي ما قلت لك, ما تستعجلش, ما تقولش ده المدرسه سبقت والكلام ده. المدرسه ممكن تسبق بس انت ما كنتش فاهم حاجه برضو. انا مش عايزك تبقى في الجيومتري بطيخه, انا عايز اعلمك صح. لو سالت اي حد اكبر منك انت بتكره الماس ليه, هيقول لك عشان الجيومتري. انا مش عايزك تكره الجزء ده, تحله انت لوحدك. عايز تخلي مامتك او انت تراجع من الجايدز اللي بعد ما تخلص الحل بتاعك, مفيش مشكله لحد ما ان شاء الله الدرس بتاعك هينزل. التمارين باذن الله باذن الله باذن الله هينزل يوم الثلاث او يوم الاثنين, يعني الثلاث يا الاثنين باذن الله. اشوفكم ان شاء الله بدرس جديد. سلام.